للأسف في ناس كتير قوي السنة دي مش هتقدر تقضي العيد مع أهاليها عشان هما في السجون من الغارمين. كل سنة وانتوا طيبين سعدة ومتهنيين راضيين وراضي عنكم رب العالمين مستورين. للأسف في ناس كتير قوي السنة دي مش هتقدر تقضي العيد مع أهليها عشان هما في السجون من الغارمين. كل حلمهم انهم كانوا يسطروا ولادهم، بس انت تقدر تساهم وربنا يجعلك سبب مع مؤسسة مصر الخير في جميع البنوك المصرية حساب رقم 100 100 انك تخرج الناس دي من السجون يقضوا العيد في حضن ولادهم، وربنا يسعدهم ويسعد قلوبكم. كل سنة وانتوا طيبين. Ha ha ha!